ومتابعة للملف الليبي ينضم إلينا من القاهرة الباحث المختص في الشأن الليبي الأستاذ رضا شعبان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رضا. بداية، يعني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالب الأسرة الدولية بتقديم دعم قوي لإنجاح مؤتمر برلين لتحقيق السلام في ليبيا. يعني برأيك كيف سيكون شكل هذا الدعم؟ وهل تعتقد أن أطراف مثل النظام التركي ممكن أن يرضخ لمطالبات عدم التدخل؟ النظام التركي يحاول جاهدا ضرب مؤتمر برلين واستباقه، وكلنا شاهدنا المحاولة في موسكو. محاولة تركيا في موسكو كانت محاولة لانتزاع قرار توقيع السيد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كانت تحاول أن تنتزع توقيعه على قرار بوقف إطلاق النار، وهذا كان من الجانب التركي محاولة للقفز على تفاهمات برلين. تفاهمات برلين السابقة والتي تجريها والتي حضرتها كل الدول المعنية أو معظمها منذ أغسطس الماضي، كانت وصلت لتفاهمات يعني وتحاول تركيا يعني أن تتحاشاها. هذه التفاهمات كان على رأسها هدنة، وكان يقصد بها هدنة عيد الأضحى، هدنة متوازية مع جهود نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، ثم مؤتمر دولي للدول المعنية. وهي كانت خطة بالأساس، كانت خطة المبعوث الأممي الدكتور غسان سلام، كانت بهذه التراتبية، هدنة متوازية مع تسريع بجمع السلاح ونزع سلاح الميليشيات وتفكيك الميليشيات تحت إشراف أممي وبعض الدول المعنية. لذا كانت تحاول تركيا بتفاهمات موسكو، ولا أعلم كيف مر الأمر على روسيا يعني، لكنه كانت تحاول أن تنتزع وقف إطلاق نار غير مشروط بنزع أو غير مصحوب بنزع سلاح الميليشيات، في محاولة لإنقاذ ميليشياتها التي الموجودة على الأرض. نعم أستاذ رضا، لو سمحت لي، الدفع بتعزيزات جديدة الآن إلى محاور القتال في هذا التوقيت بالذات، يعني من قبل الجيش الوطني الليبي، يعني هل تعتقد أنها محاولة منه لحسم المعركة مع الميليشيات قبل انعقاد مؤتمر برلين؟ أنا أراها تحسبا للتدفق الإرهابي الذي لم ينقطع، المقاتلين والعناصر الإرهابية التي ترسلهم تركيا إلى طرابلس ومصراتة لم تنقطع حتى في، وتركيا تدعي أنها تبحث عن حل سلمي، ما زالت ترسل العناصر الإرهابية إلى طرابلس، وصل عددهم تجاوز 2000. فأعتقد أن تعزيزات الجيش هي تحسبا لأي عمليات قد تتم خلال كسب وقت، من خلال كسب الوقت الذي نعم. كلام جميل أستاذ رضا. أيضا يعني هناك رسائل متبادلة بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق تحمل شروط للطرفين تتعلق بمستقبل الوضع الميداني على الأرض ومآل الإطار السياسي المتمثل باتفاق الصخيرات. يعني في ضوء جميع هذه المعطيات على الساحة، هل تتوقع نجاح مؤتمر برلين؟ نجاح برلين متوقف على نزع سلاح الميليشيات. الحل السياسي في ليبيا لابد أن يسبقه حل أمني. لا يمكن أن تكون هناك حياة طبيعية في ليبيا في ظل هذا الانتشار المتوحش للسلاح، وفي ظل هذا التدخل التركي الفج والمباشر والعلني، وفي ظل كل هذه الميليشيات المنتشرة في غرب ليبيا وفي مصراتة. صح. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي. وصلت تفاهمات برلين الأخيرة
إلى هذا الحل، أن يكون هناك هدنة، وقف إطلاق نار مؤقت مصحوبا بنزع سلاح الميليشيات خلال 30 يوم. نعم، الباحث المختص في الشأن الليبي، أعتذر منك أستاذ رضا شعبان من القاهرة، كنت معي، شكرا جزيلا لك.